نحن في مديرية زراعة نينوى، طبعا أكيد عندما نتكلم عن الزراعة لا نقصد فيها فقط الزراعة، ولكن في الجانب الزراعي والجانب الحيواني، وهذا فيما يخص الأسماك. نتكلم اليوم عن الإصبعيات وحماية الثروة السمكية في المحافظة وفي البلاد. نحن كمديرية زراعة نينوى عن طريق دائرة الثروة الحيوانية وقسم الثروة الحيوانية في المديرية، هنالك إنتاج للإصبعيات وإطلاقها في النهر بين فترة وأخرى. في الفترة الماضية تم تعاقد وزارة الزراعة لتطوير مفقس لإنتاج إصبعيات الأسماك وإطلاقها في النهر من أجل إكثار الثروة السمكية في المحافظة. هذا من جانب. من جانب آخر، نحن كمديرية زراعة نينوى مع قسم الثروة الحيوانية بالتنسيق مع الجهات الأمنية ومحافظة نينوى، لدينا فرق جوالة من أجل منع الصيد، خاصة في فترة التكاثر للأسماك، من أجل منع اصطياد الأسماك في هذه الفترة لما له أهمية اقتصادية للمحافظة، حيث أن منع اصطياد الأسماك في هذه الفترة يؤدي إلى إكثارها في النهر. هذا من جانب الثروة السمكية. من جانب آخر عندنا بالنسبة للثروة الحيوانية، هنالك عندنا فرق في مديرية زراعة نينوى تقوم بإحصاء أعداد الثروة الحيوانية من الماشية والأبقار وكذلك الخيول، وتسجيلها بأرقام متراتبة تسلسلية في المديرية من أجل التهيئة لأي منعطف، كان يكون مثلا توزيع الأعلاف أو من ناحية الأضرار التي تصيب أصحاب المواشي. كذلك نفس الوقت هنالك متابعة لحركة السوق وحركة الأسعار في المحافظة للحد من ارتفاعها للحفاظ على المستهلك في المحافظة. من خلال منبركم هذا وقناتكم العزيزة هنا، تعاون الفلاحين والمزارعين من قبل قسم الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة نينوى من أجل إنجاح الخطة الزراعية ومن أجل إنجاح استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، هذا من جانب. كذلك التعاون مع موظفي مديرية زراعة نينوى بجرد الحيوانات في مناطق وكل حسب مناطقه في الأقضية والنواحي من أجل الحصول على معلومات دقيقة تهم المحافظة وتهم البيئة الاقتصادية للمحافظة.